اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا أنزلته، ولا عدوا للدين وللأمة وللوطن ولنا إلا خذلته، ولا غائبا عنا إلا بالخير رددته، ولا مريضا من مرضانا إلا شفيته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا شهيدا من شهدائنا إلا تقبلته، ولا عسيرا وقعنا فيه إلا يسرته، ولا ممسوسا أو مسحورا إلا شفيته، ولا عاقلا أو عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا عيبا من عيوبنا إلا سترته يا رب العالمين. اللهم انشر علينا الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. أمنا يا ربنا في بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا وأعمالنا ومساجدنا. اللهم من أراد بديننا ووطننا وبنا خيرا وفقه وعنه وسدد خطاه، ومكن له وانصره على من عاداه. ومن أراد بديننا ووطننا وبنا شرا ومكرا وكيدا وسوءا وخيانة وخذلانا، اللهم أشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، وكل أهلنا من المهجرين والنازحين، اجبر كسرهم، عوضهم خيرا، ردهم إلى ديارهم وأهاليهم وأموالهم وممتلكاتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين.